السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، اليوم الحلقة استثنائية حقيقة، أنا كلش حابها. السبب ضيفين، البارت الأول راح يكون ضيف والبارت الثاني راح يكون ضيف آخر. اليوم البارت الأول، خلينا نسولف عن البارت الأول. البارت الأول شاعر جدا، مؤدب، خجول، وأستاذ جامعي. من نقول وأستاذ جامعي هي رسالة لطيفة، محملة ود ومحبة، أنه نفتخر بالشعر الشعبي من يكون به هيك نماذج. رحبوا معي من ذي قار العزيزة والشاعر حسين علي عامر. حياك الله أبو الأكبر. بالبداية كلش حابة أشكرك، شكراً لك، شكراً للدعوة، شكراً للكادر، وإن شاء الله يا رب أكون خفيف ظل عليك وعلى المشاهدين. حبيب أبو علي، الله يسلمك. أستاذ حسين الطيب، الله يسلمك. من باب الاحترام والمحبة أنه نقول لك أستاذ، لأنه أنت من خلالك يتخرجون جيل. أنا كلش أشكرك، شكرا للمقدمة اللي إن شاء الله يا رب أكون أستحقها. وأنت معروف بأخلاقك، الله يسلمك، معروف ب شكرا لك، كل شيء زين. شكرا لك، أنت إنسان جدا طيب. شكرا لك، الله يسلمك. شلون التدريس؟ أول مرة وين تدرس أنت؟ أنا يعني بين الجامعات وبين المدارس. يعني تعرف التعليم يعني المركزي يصير على شغلة المدارس. جميل. بالتالي احنا محاضرين، اما الاجتهاد الشخصي انه كملت دراستي واخذ محاضرات بالجامعات، يعني موفق يعني ان شاء الله. جامعات اهلية. شنو الاختصاص؟ انا لغة انجليزية. اها، ماجستير لغة انجليزية. That's very nice. الله يسلمك. شلون انجليزيتك؟ انجليزية ان شاء الله زينة. جميل. الانجليزي بحر ابو الاكبر، لغة كبيرة. نعم. فأنت ما تكون أنه تقول أنا يا وصلت كذا رقم أو كذا مرحلة، أنت بعدك من تحس نفسك بعد. جميل. أي. جميل. يقولون هي باعتبار أنه اليوم اللغة الأم بالعالم. هي أكيد أكيد. أي. لغة مهمة جدا. شنو تأثير الدراسة على القصيدة؟ على القصيدة كدراسة؟ يعني عموم الدراسة، مو الإنجليزية. أي. عموم الدراسة يعني الأكاديمي، أنه هذا خريج إلا تأثير على قصيدته ولا ما له تأثير؟ أكيد أكيد. أنا بالتالي أنه أنا خريج أدب إنجليزي، فاختصيت مواضيع الأدبية. جميل. تحليل نصوص شعراء يعني الزمن القديم، وتحليل نصوصهم، تحليل الأدبيات. خدمتك هذا الموضوع بالقصيدة؟ من باب الثقافة الشعرية، من باب الثقافة لك نفسك، أنه أنت تعرف شنو هذا اللي ليش هذا الشاعر تخلد، ليش هذا الشاعر بقى، مثل ما احنا ندرس تاريخنا الادبي. نعم صح. ايه صح. شلون نستهل الحلقه؟ نستهل الحلقه ان شاء الله. اقول ابو الاكبر، تمنيت العمر يوقف والايام، تمنيت العمر يوقف والايام اللي خلصت علعل هذا حبه، باكي لك دمع مو فدوه لو طاح. الله. باكي لك دمع مو فدوة لو طاح، عيون اثنين يل ما تسوى وحدة. أويلي. عيون اثنين يل ما تسوى وحدة، جمر تو خفت لا تشعل النار، الهوى يطفيني مو يحرقني قصده، أحلف روحي بيمن يا الله تنام، حرب منه حط رأسي على المخدة. الله. أحلف الله. الله يسلمك. أحلف روحي بيمن يا الله تنام، حرب منه حط رأسي على المخدة، روحك هاي كافة تعيش للناس، من تصفن عليها هي مدة اخذ حجايتي. الله صحيح. روحك هاي كاف تعيش للناس، من تصفن عليها هي مدة، اخذ حجايتي وتعيش مرتاح. شنو اذا حتى تحب الصيغ، انا لو متت كتلتني المسافات، وقلب المارضى يحب على قد. الله. انا لو متت كتلتني المسافات، وقلب المارضى يحب على قد. حلو قلبي مثل بيبان القصور، بس مشكلته مو عالي اللي صعده، أنا يمكن تعودت على الفراق. الله. والمتعبني شلت بيد وحدة، أنا هذا السواد اللي عشته كل يوم، بس تال العمر تقتلني وردة. الله. الله يسلمك، الله يخليك ولك.
أنا هذا السواد اللي عشته كل يوم، بس تعال العمر تقتلني وردة. تقتلك بفراقها، تقتلك بجمالها، تقتلني بجمالها. الوردة ما بيها شيء مو زين، واضح حلوة بفراقها نشتاق لها. إيه، فهي المشكلة إنه أنت إذا كنت يفارقك هذا الشيء الجميل. أنت تنخدع بالجمال؟ ممكن. ممكن؟ ممكن. هو الإنسان الله خلقه من هذا الجمال، وخلى عنده هاي الغريزة مال الجمال إنه يحب كل شيء جميل. هو رب العالمين جميل، بالتالي إنه إحنا لازم نكون منصفين. الجمال أي، بس قصدي إنه يعني المعيار الأساسي هو الجمال؟ لا لا، بالعكس. اليوم أنت كإنسان لازم تباوع، أكو أمور أفضل، بس أنت بالتالي الجمال شيء مكمل للذني أكيد طبعاً. أنت تحتاج الحكاية الحلوة، تحتاج الإنسان اللي هي هاي الوردة وين راحت؟ الوردة صارت بغير بستان. اي، وبستان بعيد المشكلة. اي، مو هي واضح من المسافات. اي بستان بعيد. وبعدنا نشتاق لهاي الوردة؟ انت لا، ما اعتقد انه كل شخص ينسى كل جوارحه وتنتهي كل شيء، لازم يبقى اثر، لازم يظل متعلقات. اليوم الحائط اللي ينخدش تبقى بي مهما تحاول الصراحه. زين قلوبنا شلون اذا هو الحائط يبقى؟ اي، انت قلتها بعد. القلب اخر مره بكيت ابو علي امتى؟ ابو الاكبر. انت تبكي هواي؟ لا ما تبكي؟ لا ما ابكي. صلب؟ بس تنكسر مرات. أي حتى بينك وبين نفسك ما تبكي؟ اي ما تبكي. ما ابكي انا. تريد تبكي وهيبتك ما تطبيك، ويجي الليل يطيح دموعك غصب، تبدا تشتاق. لا لحظه لحظه لحظه. تريد تبكي وهيبتك ما تطبيك. الله الله يسلمك. ويجي الليل يطيح دموعك غصب، تبدا تشتاق ووجع قلبك دليل، تعوف عزة نفسك وما تنغلب. هذا اللي يحب وجهه بي كل ساعة لون، ويا رخص ذيك الوجوه التنقل. الله يسلمك. الله الله يسلمك. تريد تبكي وهيبتك ما تطبيك، هيبتك ما تطبيك. ويجي الليل يطيح دموعك غصب، تبدا تشتاق ووجع قلبك دليل، تعوف عزة نفسك وما تنغلب. هذا اللي يحب وجهه بي كل ساعة لون، ويا رخص ذيك الوجوه التنقل. شاو ذاك الشاب قصور لك ونام، والمحل العشق شلعان القلب. سلامتك. الله الله يسلمك ابو الاكبر. شاو ذاك، شاو ذاك الشاب قصور لك ونام، هو المحل العشق شلعان القلب. هو انت هواي مش لو قلبك لو نفس الورده هي السبب. لا، انا من ذول اللي من اكتب حتى اذا صار شيء جديد انه لا انا هناك. يعني التحديث بس بالزمن. اي، السوريين يقولون شنو تتمنى السوريين. احنا لا نتخيل، رحنا ببرنامج قاعدين نسولف انا وياك. اي تتمنى لقاء؟ اي والله. هو هذا الامنيه كل ما تعنيها الكلمة أمنية أنه تمنيت. الله. أي، لذلك تمنيت العمر يوقف ولا يوم، وإن شاء الله خير. أي، شو هالجمال هذا. الله يسلمك. الله يحقق أمنيتك. الله يخليك أبو الأكبر. والله راح أدعي فدوى لوجهك، لأنه أحس الشعور صادق. أي، فأبو الأكبر إحنا تربينا على هاي المصداقية يعني، فالحمد لله. شكرا لله التربيه. الله يسلمك. الله يخليك. اكو قاعده اصوليه. اي، تقول المكان بالمكين. صح فعلا. مره احب منطقه لين بها انسان عزيز علي. اكيد. شنو تعني لك بغداد؟ بغداد بغداد هي الام الثانيه لكل العراقيين، لانه عاصمه. اي، عاصمه بالنسبه لك فقط؟ بغداد هو المكان البعيد عن ناصرية، وأنا أكتب على البعد وأنت بكيفك بعد. بغداد أبو الأكبر، أنا حبيت من بغداد،
للأسف وصار يعني الرفض باعتبار أنه بسبب أي سبب المسافة المسافة يعني أي. أي ف يعني ما صارت الأمور وانتهى كل شيء والحمد لله وشكر يعني واحد لازم يرضى باللي الحمد لله وشكر أنا مو زين الحمد لله مو فالحمد لله وشكر لأن يعني رب العالمين مراتب الأكبر أنت ما تقتنع بشيء توصل مرحلة ما تقتنع بشيء يقول لا أنا هذا الشيء لازم يصير تم بس بعدين ماكو إنسان يقدر يقنعك تجي الناس تسولف وياك غيرك الأيام قريب منك لا يقنعك رب العالمين بطريقة ما تتصيّر ما تتخيلها أي فمن هذا الإنسان اللي يشوف كل شيء لازم إلى أن يهدى وحده فالحمد لله وشكر رب العالمين سوالي اللي ما حد مسويه رب العالمين شكراً لك شكراً رب العالمين ممنون من هي أكو كلمة أفضل من كلمة ممنون وشكراً ممنون أنا مدين لك بعمري بحياتي شكراً لك هذا يعني كلمات الشكر والامتنان أبو الأكبر تربينا وعلمنا وسهر علينا وتعب ويانا بشيبته بدمعته بكل شيء هذا الشخص والدي الله يحفظه الله يسلمك فأنا ألف تحية إليه الله يسلمك ألف تحية إليه قلت له وكتبك أكتبك والزلم تتعب وصعب الطيح أكتبك والزلم تتعب وصعب الطيح شاليش العيون اللي بكت تتكحل يا ماين جاب طاريك بشي مو زين عيد سوالفك والله ما تنمل ربيت بخير بجفوفك التعبانات أكتبك والزلم تتعب وصعب الطيح نعم شاليش العيون اللي بكت تتكحل يا ماين جاب طاريك بشي مو زين عيد سوالفك والله ما تنمن ربيت بخير بجفوفك التعبانات بهذاك العوز وانا العايش مدلل الله بهذاك العوز وانا العايش مدلل اشوفك تتعب وتستحي تقول الاخر ما شايف بشر من التعب يخجل هذاك انت مثل لذة برد بالصيف لقيت بروحك شقد ورد ما يذبل يا هيبة وكل صفات الابو الحلوة وياك ترى مو غشمة من صاحه لك معدل الله يا هيبة وكل صفات الأبو الحلوة وياك ترى مو غشمة من صاحه لك معدل لقيتك صاحبي وصاحب طويلة وياي والمتعود على الجرح ما يزعل وهذا أقل شيء يمكن أقدمه إله وألف تحية لوالدي ألف تحية أبو حسين الله يخليك ألف تحية أنت الـ الـ الابن الأكبر بالبيت لا أنا الوحيد بعائلتي يعني انه عندي اخوات اثنين اكبر مني وبس انا مدلل يعني بزر القعده لا بزر القعده غير بزر القعده مو دوم مدلل لا مدلل مدلل المدلل ما يقعد خمسة الصبح يشتغل احنا هيك علمنا وربانا احنا الحمد لله والشكر من عائله يعني فوق النعمه عساكم الله يخليك بس علمنا انه تقوم تشتغل لنفسك حتى هي. تتعلم ما حسينا بقيمتها الا هاي الايام وهاي الفتره يعني من كبرنا وشفنا انت ابو علي مواليد انا مواليد 96 كل العمر ان شاء الله يخليك الله يسلمك ما متزوج لا ما متزوج الحمد لله اكونيه بعد فتره يعني ايش قد بعد سنه سنتين لا اكثر بهواي تنتظر تحب لا انتظر الوقت المناسب يعني شنو الوقت انا المناسب؟ مؤمن بانه من تريد تفكر بموضوع الزواج يكون وقت له مناسب وامورك كلها تمام يعني قصدي الوقت المناسب ماديا من نلقى انسانه شنو الوقت المناسب الوقت بالنسبة؟ المناسب من انت تحس نفسك انه بعد محتاج انه تكون عائله تقدر انه توفر لهاي العائله اللي راح تجيبها والأطفال اللي راح يصيرون مثلاً توفر لهم جو المناسب توفر لهم أي يعني من هاي الأمور لازم كملها يا الله أبدي أفكر تنتظرنا ناخذ فاصل أي براحتك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم
احبتنا مشاهدين قناة الايام، عدنا وياكم مع الاستاذ الحبيب حسين علي عامر. ابو الاكبر الله محييك. حياك الله. الله يخليك. الشطرة الكبيرة شلونها؟ الشطرة هاي الايام مو بخير والله ابو الاكبر. فقدنا شخص كان يعتبر اب لكل شاعر، يعني هذا المكان اللي يحتوي اللي تلف امتار يعتبر، وتلقاه قاعد والشعراء والناس دليل يقوم تصيح انا بعد غيرك ما يسوي هيك بعد ولا يعمل عملتك هاي بي. اي والله الرحمه الكبير والخلود. المرحوم الله يرحمه ابراهيم طلب الله يرحمه ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا للايثار. الله يخليك. شكرا الله للايثار. الله يخليك. ابو علي، قصائدك دواء لمن؟ بالبداية أنا أعتبرها دواء لنفسي أنا. ها. أي بالتالي من تطلع من إيد القصيدة بعد وتنعرض للناس بعد هي دواء للي يحس إنه هي تعالجه أو تعالج كموقف هو مار بي. أنت كل القصائد اللي قريتهم يعني حقيقيات مواقفهم؟ مو بال يعني مو دائما، إنه مرات أنت تحتاج إنه تكتب المهرجان معين. نعم. صح. لازم تستهدف كذا فئة معينة. صح. أي فأما قصائد لا، قصائد تطلع هاي مالاتك إلك. ها. أي آخر مهرجان أبو علي قريت فيه؟ آخر مهرجان كان للشهيد المرحوم مجتبى حسن. بس أنا شفت لك بخواطر. لا مو أنا. أنت ما متوجهت لك دعوة بخواطر؟ لا ما توجهت لدعوة يعني ما. راح يعني وكأنما شلون نقول نعرض بضاعتنا. صح. خلينا نقرأ قصيدة نسويها دعوة لكل مستمعين الشعر إن شاء الله. شنو رأيك؟ هاي يعني تقول لهم يا بتراكو شاعر اسمه حسين علي عامر كذا كذا. أيه. هذه قصيدته. أقول هو بالبداية قبل لا نقرأ نقول إنه راح أقرأ قصيدة إنه أنا عايشة. جيد. فهي ما يصل إلى القلب وهاي الأمور ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب. يدخل إلى القلب. جميل. فأقول نام وداعتك ما حد يحس بيك، نام وداعتك ما حد يحس بيك، نام وخل غني لك وبتشيك، بعد ما بي حيل إعزاز يرحون حتى منزعل وياك أنا راضي. الله. بعد ما بي حيل إعزاز. نام وداعتك ما بي يبتشيك. نام وداعتك ما حد يحس بيك، نام وخل غني لك وبتشيك، بعد ما بي حيل إعزاز يرحون حتى منزعل وياك أنا راضيك. شقل لك حتى تدرش بي تعبان، هو الوجع لو إنشاء فراويك. الله. هو الوجع لو إنشاء فراويك وافتح لك الضوء. شقل لك حتى تدرش بي تعبان، هو الوجع لو إنشاء فراويك وافتح لك الضوء مني إن ما كان، وشيلا قلبي لي حبك وخليك ياهل علمك شو العامل يقول، ترى شبرين عن المود داعي تجي وتمسح دمك. ياهل علمك شو العامل ياهل علمك شو العامل يقول، ترى شبرين عن المود داعيك تجي وتمسح دمعتك وانت مو زين، ولما بتشيك تلقى منك وبيك من الثور عزة نفسك تقوم على حيلك والمحنة ما تخليك، والهيبة تضيع بعصرة الليل يا لوحدك وياه يقول لك شبيك، تفز من نومك اسم الله وحاجيك، نام وداعتك ما حد يحس بيك وبسلامتك. الله الله يسلمك ابو الاكبر. الله 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 يخليك. حبيت هاي القصيدة كلش. الله يخليك. الله يسلمك. ذوقك اكيد هذا كبير. انا عندي طلبين يمك. اي تامر وتدلل. سامع لك نعي. ايه. وانا ناس مغششيني انه انت عندك صوت. صوت. وخجول. خلينا شوي نتمرد اليوم. شنو رايك؟ اقول اكبر يعني تتعرف الامور اللي خلف الكواليس. ايه نتمرد. تمرد يعني في بعض الاحيان مطلوب. انت تدلل. يا بعد راسي. الله يسلمك. النص النعي يقول ذكروك يم والنفس ضاق، الله هواي الهوى وشلون ينباك،
هذا أنا باقي عظم وفراق والمشكلة كلي إلى مشتاق. الله الله الله. هذا أنا باقي عظم وفراق والمشكلة كلي إلى مشتاق. يا مالتي رحت مني. أوف. انفرفح لك ولازل مكن. الله. يا مالتي يا مالتي. الله. الله يسلمك. يا مالتي رحت مني. انفرفح لك ولازل مكني. خاب افتح الشباك عني بي بكي ودمعك تن. سوله الاعتاب يصير سوله يزعل حكينا وما نقوله. الله. عد العشاير والحموله. عد العشاير والحموله ثار البكي عيب الرجوله. عيب الله عيب الرجوله. اخفى وافز كلي لعاشور. انا العزيز وهيك مشمور. معذور كل من يبكي معذور صار الوجع من فوق الصدور. الله الله يسلمك. من اربع جهات الليله محتام وهذا الوجع يراد لزلام. مو سهله من تشتاق وتنام عين وتكسر فوق هالجام. الله الله يسلمك وبركاته. الله 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 الله. هيك ينع يقول المثل حقه يشيه باله. اي المثلي حقه يشيه باله. حقه يشيه باله لو وعدنا صيران حلاله صاروا بصف ثاني جهاله. الله الله الله. ويلاه على قولتهم. الله يبعد الويل. ان شاء الله. وصلنا الختام البارت. اي. اقرا لنا شيء على ذوقك. على ذوقي. والاكبر انا اكو فت قصيده. انه انا مؤمن انه فد يوم من الايام راح يجي او تجي هاي الانسانه اللي تستحقها. اها هي مكتوبه بعد. الله. حضر المهد قبل الولد. حضر المهد على. ف اقلها واخيرا اخيرا من بعد ذيك الليالي لقيت الترسة عيون وخيالي. لقيت تنحب بلا ليش وشلون من عيونها مبينه مجهالي. الله. راح انطيها قلبي وانا مرتاح تجيني قبل لا اقلها تعالي. راح انطيها قلبي وانا مرتاح وانا مرتاح تجيني قبل لا اقلها تعالي. اللي خلتني بقلبها وسدت الباب وبعد ما خلت الدنيا ببدالي. الله. خلتني بقلبها وسدت الباب وبعد ما خلت الدنيا ببدالي. شهم ما بدلتها بماي العيون. بنية بيت رفعت راس عالي وبسلامتك. الله الله يخليك. الله 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 الله. اريد اخذ رايك انا هسه. شنو رايك بالحلقه؟ حلقه الوياك اكيد تكون حلوه وجميله ما دام شوفتك يعني. الله يسلمك. الله يخليك. راح نختم بس أي. قبل لا نختم اخر كلمه تقولها للسيد المشاهد. يا رب نكون خفيفي الظل عليهم وان شاء الله يتقبلون كل هذا الحوار بكل سوالفنا. آسفين خاف يعني طلعت من عندنا حكايه وبالتالي شكرا لك ابو الاكبر. شكرا لك. الله يخليك يا بعد عمري. الله يعزك. راح نختم البارت ويجي ويانا الشاعر الثاني. كل الهلا احبتنا. راح نختم الجزء مع الشاعر حسين علي عامر وراح يجينا شاعر ايضا مبدع حسن علي الشويلي ايضا من ذي قار. راح ناخذ فاصل ونرجع لكم انا وابو فرح. مشاهدينا الكرام عندنا وياكم من بعد الفاصل مع الشاعر الاخر والمبدع الاخر حسن علي الشويلي. الف تحيه ابو فلاح. حياك الله ابو الاكبر. الله يخليك. شرف لي التواجد وياك في البرنامج. ان شاء الله هذا الظهور الاعلامي الاول. اول ظهور اعلامي. صار لي قد تكتب شعر؟ يعني البدايه الفعليه تقريبا 2015. جميل جميل. القصيده مالت الاوزان هي اللي نجحت عندك؟ تقريبا هي القصيده اللي وصلت. جيد. سولف لي اجواءها وين قريتها كذا من يمتى كاتبها. القصيده يعني هي حديثه الكتابه. جميل. يعني تقريبا من اخر القصائد اللي كتبتها.
وصادف يعني مهرجان لمنتدانا منتدى الرفاعي. نعم. أنا قليل الظهور طبعا بالإعلام، وأصلا حتى المنتديات يعني قليل الظهور بها. بالرفاعي لو بكل ذي قار قصدك؟ لا أنا دائما قليل الظهور يعني. نعم. سواء بالمنتديات أو بال. جميل. فكانت فرصة حلوة أنه أقرب منتدى رفاعي، وكان مجموعة من الضيوف، فانقرت بهذا المهرجان والحمد لله الله وفقني. وإحنا نريد نتوفق هم نسمعها. أنا خادم أقول لك. أنا على روح وياك كلش مايل، وأنا أعتذر لك حتى لو ما عايل ميمر كتبنا لك. لا لا عيد من البداية. أنا على روح وياك كلش مايل. نعم. وأنا أعتذر لك حتى لو ما عايل. حتى لو ما عايل ميمر كتبنا لك. بعدك زعلان هالمرة راح نعاتبك بالنايل، دمع النواظ ريكت والروح ما متعودة. الله. يا صاح كل شي سهل ويهون كل شي، عدا هجرك ثقيل علي بس انت ثقل الندى يا خلي. الله. يا خلي يلشنت انتظر بلك الدروب تجيبه، النايل اذا ما رجعك نكتب لك التجليبة وجلبنك يليلي وما نمت ليلي، وانا بلياك عايش وي مواويلي، اذا ما ناوي ترجع بعد يمك هاي بس خلينا نجرب وزن العقيه لما فاد التجليل. وجلبنك اجلبنك يا ليلي وما نمت ليلي، وانا بلياك عايش وي مواويلي، اذا ما ناوي ترجع بعد يمك هاي بس خلينا نجرب وزن العقيه لما فاد بتجليبه تعذر، لا ردك نايل لا ميمر هذا عقيلي، ولو ما ردك راح اكتب لك بيت مشطر نهم بحبال زعلك يرهمنا الوقت ما راضي مره، يرهمنا ولا ينصح زعل يذبح، تعال بخاطر تمرجح وشيل الصوت من عندك واقول انصح، كتبت مشطر ونايل ونسيت اكتب لك موشح، عقل طاير تعال وشوفني الصاير سبحه، عقل طاير تعال وشوفني الصاير سبحه وبيد خير، يرهمنا طفل وطشرت خرزات مين. الله. وهذا الموشح ارد واقرا لك، ولو رحت يا خلي حطني ببالك، الدنيا ما توقف على حد بس عليك، ومو بحالي تقول لي مو بحالك. الدنيا ما توقف على حد. الدنيا ما توقف على حد بس عليك. بس عليك ومو بحالي تقول لي مو بحالك، ولا اموت ورا واحد بس وراك، انت ارجع امر وإجرائك. الله الله يسلمك ويبارك. الله 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 الله. ال غالبا ما شعراء انه يقعد ويكتب، انت فكرت بهاي القصيده قبل لا تكتبها؟ ابو الاكبر اهتم بالفكره بالقصيده اكثر من البيت نفسه، من البيت من الصوره، اهتم بالفكره انه القصيده لازم بيها فكره معينه يعني بيها اختلاف. انت شنو مخلص دراسه؟ انا تربيه اساسيه قسم التربيه البدنيه. مخلص لو بعدك طالب؟ لا مخلص خريج هاي السنه تخرجت. وشلون هالحياه الجامعيه كانت؟ والله ابو الاكبر احنا مرينا بحياه جامعيه ما شفنا منها بسبب كانت المظاهرات الكورونا يعني زيت عطل. بس السنه الاولى كانت يعني استمرينا بالدوام، بقي يعني الكتروني جيد. سولف لي شلون عرفت القصيده نجحت؟ شنو الاخبار يعني اللي اجت لك؟ شنو المشاعر اللي اجت لك؟ شنو كان شعورك؟ القصيده من نشرت بال كان هو منتدى رفاعي، هو كان اصلا اول امسيه لهاي الجديد، كان وقتها كان حديث الظهور، فانقرت القصيده اللي يعني عرفت من خلال انه القصيده وصلت، هي اكو اسماء يعني مهمه، اسماء يعني اشادوا بالقصيده، و تحياتنا الأستاذ علي الشمري يعني ألف تحية لك، كلش كان دافع معنوي يعني حكية. خلتك هاي القصيدة أنه تكون جدي أكثر بالقصايد بالكتابة؟ تقريبا أضافت لي يعني أضاف ظهورها وصعودها أضافها. جميل جميل. برأيك أبو فلاح باعتبار أنه تجربة جديدة، شنو يحتاج الشاعر الشاب على مود يكون ناجح؟ يعني يهتم بالنصوص يعني هسه انت سوق قلت كلمه جدا لطيفه بصراحه، انه انا اهتم بالفكره قبل ما اهتم بتركيبه البيت. هسه يجوز هاي يعني طريقه شاعر، يعني يجوز شاعر ثاني عنده طريقه ثانيه.
طبعا طبعا، بس قصدي انه هسه هاي الطريقه لطيفه لكتابه، يعني انا ما اكتب قصيده تشبه القصائد الاخرى. هذا انا اللي اشوفه جميل واللي اشوفه ان شاء الله صح ان شاء الله. عندك قصيده اسمها ادم، هي ادم وابليس لو بس ادم؟ هو يعني هي محاوره بين يعني نهايه محاوره بين ابليس والذات العليا يعني. نعم، بس هي القصيده فكرتها هي دفاع عن ادم، وهي يعني تقريبا نفس اللي حكيت عنه، انه انا شفت كل القصايد هي توبيخ لادم او ذم لادم، وادم اكل التفاحه، فانا يعني حبيت اجيب صوره جديده انه ادافع عن هذا. جميل، خلينا نسمعها، حلوه هالفكره. احنا وادم موش مالت راحه. شلون؟ مو يا ادم يا عوافض بطنك التفاح. اي بالله كلها صاحت، ادم شماله شجاع اللي ياكل ابن ادم سمعنا صياح، ناس تاكل ناس ونلومك على التفاح. الله، ناس تاكل ناس ونلومك على التفاحة، احنا نستاهل تعبنا، وهو ادم يعرف ابنه او يدري يمشي بكيف قلبه، باكر يفشله يا رب. نعم، ونعمة بالتفاحة طلعت وانطردنا، نعمة بالتفاحة طلعت وانطردنا، وش كبر هقبال ربك صارت كون هابيل انكتل بالجنة، وش كبر هقبال ربك لو بقينا من سوالفنا ومصايبنا وكذبنا. ومو شرط غاوي، مو شرط غاوي وكلها، يجوز عمده، هذا ما ادرى بطين ولده، هاي من عدنا. الله، مو شرط غاوي وكلها، يجوز عمده، يجوز عمده، هذا ما ادرى بطين ولده، هاي من عدنا المصيبه اللي بينا عمت، خاف من ابليس يرجع باكر بربنا يتشمت، من يشوف قلوب سوده يقول له هذا شنو طاردنا على موده. الله، خاف من ابليس يرجع باكر بربنا يتشمت، من يشوف قلوب سوده يقول له هذا شنو طاردنا على موده. الله الله، لا يا ربي الا هاي استكثرتها، وهي اصلا مو قليله، الهذا يسجى صاحب السجده الطويله، هاي خلفه واحد تريد انحنيله، ومو اعاند ما اعاند، بس يا رب ادم يعاند، خل نحط القاع شاهد، باكر القاع تقله، لولا تجار المعابد، لولا واحد يصعد على اشتاف واحد. اي بالله صحيح، باكر القاع تقله، لولا تجار المعابد، لولا واحد يصعد على اشتاف واحد، وكانت التفاحه نعمه، وشهوه ادم ساترتنا، احنا ناس نبيع كل شيء ونشتري الدنيا الرخيصه واخره. الله الله يسلمك، فكرة هاي القصيدة. الله يسلمك، شهادة بالله، فكرة هاي القصيدة. أبو فلاح أحسك خجول خايف مستحي، هذا الترتيب العام؟ أكو خوف يعني. لا الخوف ليش؟ لا احنا لا نخاف، أنا مثل أخوك، وإحنا نريد نقدم حلقة للمجتمع، حلقة لطيفة وجميلة، فأنا أريدك كلش براحتك. قرأت قصيدتين بقمة الجمال والألق. نريد وراء الفاصل إن شاء الله. تخاف منين أنت؟ هواي مخاوف بالحياة يعني. مثلاً؟ يعني مخاوف بالخيال يعني. ها ما موجودة على أرض الواقع. مخاوف يعني مو خوف. جميل. جاي يعني أشوفه. جميل. تنتظر باكر؟ تحب باكر ولا تحب أمس؟ لا باكر اكيد، ان شاء الله باكر افضل ان شاء الله. راح ناخذ فاصل ان شاء الله ونرجع. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، عدنا وياكم والبارت الأخير مع المبدع حسن علي الشويلي. شلون هم الشويلات عامة؟ والله الحمد لله، ألف تحية لهم من خلالك. أبو علي، تؤمن بالخوف؟
يعني هو الخوف والقوة، يعني لا هو خوف مطلق ولا هو ضعف مطلق. لا هو ضعف مطلق، يعني الإنسان بالتالي يحتاج المواقف التقوي. يعني قلت لك لا هو لا هي قوة مطلقة ولا ضعف مطلق، يعني الإنسان جميل. يحتاج بمواقف أنه يكون ضعيف، إذا كان يسمى ضعف، يعني مثلا البكاء إذا كان يسمى ضعف. والله أنا ما أعتبره ضعف. مو ضعف يعني المثال تبكي؟ المثال الأعلى بالقوة الإمام علي أمير المؤمنين. سلام الله عليك سيدنا. المثال الأعلى بالقوة. نعم. يحتاج مواطن أنه. نعم. نفسي نعم. على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. الله. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تقول. آخر الحياة. كتاب قاري. يعني أقرأ روايات. آخر رواية قاريها. رواية أرض زيكولا. أرض زيكولا. أرض زيكولا. جيد. للأمانة أحس أكو طاقة عندك كبيرة، بس الخجل يعني مانعها ما تطلع. إن شاء الله تتعالج. تتعالج؟ لا إحنا نريد نعالج هسه. راح نسمع قصيدة بس أريد بدون خجل. تأخذ راحتك حريتك، لأنه يقولون الإلقاء فشيء يوصل أيضا غير الكلمة. بالتأكيد. تعال اركش دليلي اركاش فالة اركاش فالة ولا يبدن واحد يم حلال. تعال اركش دليل اركاش فالة ولا يبدن واحد يم حلال. يتدندل ويتدلل يا دلالة وموتا لو شفت واحد دنال. شمال الموش مال موش مال حقه يغار شافك موش مال. أخاف أحكي وتقول الناس غالة. أخاف أحكي وتقول الناس غالة. تقول الناس غالة يا جمة وصافة كلش جم جمالة. سلي للمن نسل من يا سلالة. سلي للمن نسل من يا سلالة. الجليل الصاغ حسنك جل جلال. الله. الجليل الصاغ حسنك جل جلال. جل جلال. أدور حل لحل ما حل حلال. عدالة ولا شفت منه عدالة. أخذ بالي ولا حطن على باله. مع الأسف. عدالة ولا شفت منه عدالة. أخذ بالي ولا حطن على باله. سأل قلبي وجاوب عن سؤاله. إذا ما صار لي شب داله. إذا ما صار لي شب داله. أتاني بنية تكبر من جهاله. الله. سأل قلبي وجاوب عن سؤاله. إذا ما صار لي شب داله. أتاني بنية تكبر من جهالة. السكوت قبال حسنك بي دلالة. الرسالة الفارغة أطول رسالة. الرسالة الفارغة الله الله رسالة. سلامتك الله 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 يسلمك. الرسالة الفارغة أطول رسالة. أنا من ساعة سألت الحسين علي عامر الحياة الجامعية تفيدك بكتابة القصيدة؟ تقريبا الدافع الاول او الاكبر كان هو الحياه الجامعيه، يعني كنت تقريبا اخر اهتماماتي الشعر. ها. لكن الحياه الجامعيه وخصوصا يعني كانت الاقسام الداخليه يعني المحفز وشباب. يعني انت مريت بعلاقه عاطفيه؟ انسان يعني تاكيد يعني لازم يطيح هاي الطيحه. صدق والله؟ طيحه لو ارتفاع هاي؟ والله طيحه والاكبر. صدق والله؟ إيه. هاي اذا يعني اذا كانت الامور تسير مثل ما انت تريد هذا ارتفاع، لكن اذا كان العكس لا اكيد طيح. انخذلت انت؟ الظروف يعني ما احمل شخص يعني. يعني مسامحه اكيد ولو عاد معتذرا. هو مو بيده يعني الامور مو بيد واحد يعني، لكن يعني مشيئه الله. بس أنت مسامح. لا هذا يعني ليش أظلم إنسان يعني؟ لا مو مسألة أظلمه، بس خلي حارب الظروف. المفروض يعني. مو المفروض يحارب الظروف؟ أنا أحارب أكثر منه إذا كان أكو مجال يعني. هسا أنا ما أريد أدخل بتفاصيل الموضوع، بس أعتقد أنه اللي يقول الظروف والله من عندي المفروض يحارب الظروف. إنساني. هسا يجوز أنت المفروض تحارب الظروف، أنا ما أعرف تفاصيل الموضوع. بالعكس أنا أتحمل الجزء الأكبر يعني. ها يعني انت مسبب خذلان الشخص؟ لا ما مسبب خذلان، وانما على اللي علي يعني سويت. ابو فلاح خلنا ناخذ قصيده. للامانه انا شعرك كلش عجبني. الله يسلمك. اخ السنين اجزتني
يا هضمها. آخر سنين اجزتنا. آخر سنين اجزتنا. يا هضمها. والسنين الحلوة لو نقدر نضمها. كانت السير علينا هي وامها وكان احلى اثنين دقوا على الباب. الله. آخر سنين اجزتنا. يا هضمها. يا هضمها. والسنين الحلوة لو نقدر نضمها. نضمها. كانت السير علينا هي وامها وكان احلى اثنين دقوا على الباب. واحسب من العيد للعيد حساب. يا مثلها العيد ما سوى وجاب. ومر عيد وما اجى تانيتها. قمت اخذت امه ومشينا لبيتها. عمره 7 سنين من حبيتها. الله. مر عيد وما اجى تانيتها. قمت اخذت امه ومشينا لبيتها. عمره 7 سنين من حبيتها. وهسه كبرت مره جتني وسيرت. رحت الاعبها يقولوا لي كبرت. هسه حليانه صديق وتغيرت والحجاب احلى طلع وياها. الله. هسه حليانه صدق وتغيرت والحجاب احلى طلع وياها. وصوت ضحكتها حلو وممشاها. بس نسيت وصفه عشير صباها. وهي كانت فاهمه. الله. والحجاب احلى طلع وياها. الله. وصوت ضحكتها حلو وممشاها. بس نسيت وصفه عشير صباها. وهي كانت فاهمه فاهمه وبزرة دلال. وامها كلش طيبة ورويحة حلال. قبل لا فوق الشعر يتخلى شال. كنت لاعبها القصيبة بشفي. كنت الاقيهم ركض متحفي. كنت من قعدت تقوم بصفي. وهسه بالعشرين موتنا العشي. وهاي صار 13 عام احترق. الجاية سولفهن ترى رب الصدق. الله. مو قصيدة وبس اريد اقراها. ولا سوالف عابره وتنساها. والله 7 سنين وانا هواها. الله. الله يسلمك. الله. 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 هاي القصيده قمه المصداقيه. واقعيه. قمه المصداقيه. يعني احس وكانما انه يعني الاحداث اللي بالقصيده هي صايره حقيقه. اكيد. شلون الجو الشعري اليوم تشوفه؟ صعب؟ سهل؟ بظل هاي الاسماء وهاي الطاقات. هاي الطاقات أكيد اللي اكيد صعب. زين شلون راح تقدر وياهم وتثبت وجودك؟ الاستمرار اكيد اكيد. يعني عدم التوقف. الجديه. التعب. برايك شنو اللي 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 من الممكن يخلي الشاعر يتباطأ؟ هو كل شاعر يعني اكيد يمر بحاله من البرود يعني فترة من الفترات. زين شلون يحفز نفسه؟ هذا السبب. شلون يحفز نفسه الظاهر؟ يعني الشاعر اللي يسمع يتواصل يحتك يعني تقريبا. زين انت مثل ما مرات انشغالات الحياة. نعم هي هنا المشكلة. نعم نعم انشغالات الحياة الظروف. وبعض الأحيان رغم قلت لك انه انا ما من بالظروف بس اكو مرات تصير اشياء اكبر من عندك. أكيد. يعني خاصة هاي الاشياء اللي تتعامل بالنفسية. أكيد. تعبك. شلون وجودك بين شعراء الرفاعي؟ حابين هذا النجاح اللي تكونته؟ حقيقة يعني شعراء مدينتي يعني او المنتدى اللي انتمي له انا. حتى علاقتي بهم مو تحت مسمى العلاقة الشعرية يعني اصدقائي يعني اسماء مهمة. اسماء كلش حلوة. جميل. لكن يعني عملهم يعني عملهم مو عمل لانفسهم يعني. ها خصوصا كراندات في الموضوع يعني كلش بشكل كلش كبير. جميل. والا اكو الكثير يعني يستحقون هذا المكان اكثر من. انت للامانه انسان طيب. الله يسلمك ابوك. يقول الامير المؤمنين سلام الله يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه. تكلموا وتعرفوا. شكرا لهاي الطيبه. الله يسلمك ابوك. يعني احنا بهذا الوسط بصراحة نحتاج نكران الذات. أكيد. أنت من جاي تنكر ذاتك وتمدح مدينتك فشكراً لك نيابة عنهم طبعاً. الله يحفظك. إذا عندك بطاقات بطاقة تحذير لمن توجهها؟
كل إنسان يعني ما يعرف شنو نهاية العلاقات العاطفية. زين، بطاقة شكر هو تحذير يعني مو منع. أي نعم، هي تحذير مو منع. بطاقة شكر لعائلتي أكيد. زين، بطاقة عتاب ما تعاتب واحد أبد؟ الحمد لله ما، يعني ما عندك عتاب اتجاه أي شخص؟ أنا علاقاتي الاجتماعية الحمد لله ما جاي أعاني من عدها، أما اللي خارج يعني اللي ما أشوفهم ضمن علاقاتي فما يستحق يعني، وإلا أنا علاقاتي الاجتماعية الحمد لله. يعني هي مسألتين، أما أنه أنا هو ماكو شخص عاتب لأن كلها طيبة وياي، أو شخص والله اللي أرضى عاتب كلها طيبة وياي، لا يعني مو بس ما يستاهل، أصلا مو مهم يعني. ها يعني عتابك المهم، فما أرد أوجه لهذه الأشياء المهمة. عتابي أكبر. الأجوبة لطيفة. الله يسلمك. الأجوبة لطيفة. عندنا باقية 4 دقائق حتى نختم الحلقة. جيد؟ شنو نقرأ قصيدة من اختيارك؟ زعلتك ولمزعلك ولا عاش، أظن بالباب ملش الموت ما داش، أتاني الليل يطلع وامشي غباش. الله. زعلتك ولمزعلك ولا عاش، أظن بالباب ملش الموت ما داش، أتاني الليل يطلع وامشي غباش، راضيك وترد للبال موداش، وذا ترضال أطش الروح شوباش. نعم. راضيك وترد للبال موداش، وذا ترضال أطش الروح شوباش، هي اش ضال من هرويحتك شاش. هي اش ضال من هرويحتك شاش. شاش طشرن الزعل بالريح نفاش، ليش ايام عمر ايام من قاش، الحامض قال عنك كيف ما ناش، هو الما عاش يمك يا عمر عاش. الله. الحامض قال عنك كيف ما ناش، هو الما عاش يمك يا عمر عاش، مثل غرقان ادور والعقل طاش، لا صحت له نسمه لا لقى قياش. الله. مثل غرقان ادور والعقل طاش، لا صحت له نسمه ولا لقى قياش، علي كرهش يا بعد العافيه رهاش، هالمجافينا ويا قلوبنا يواش. نعم. هالمجافينا ويا قلوبنا يواش، للمجروح قلبش ينفع الشاش. بالله ما ينفع. للمجروح قلبش ينفع الشاش، جرح غيرك دوا بالكون مالاش، نهشتني ليالي فراقك انهاش، بعد لا عافيه ولا حيل بياش، يا هالبيد على جرحي ملح راش، اخذت العافيه خليها تفراش. اخذت العافيه خليها. الله الله يسلمك. الله 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 الله. الطريقة اللي تكتبيها غريبة، يعني ما تشبه واحد من الشعراء، ما سامع هيك طريقة. شلون بلشت أنت تكتب هاي الطريقة؟ تقريبا هي هاي بيئتي وهاي هاي المفردات يعني. لا لا لا، مو على المفردة، مو على المفردة، أقصد الطريقة. هسه أنت كاتب تقريبا كله صدر، بس صدر بس صدر. نعم. كاتب صح؟ صحيح. اي ذيك الطريقه انه اوزان مختار. صح. يعني قلت لك انا اركز على فكره القصيده. زين، كانت برايك القصيده يعني فكرتها انه القافيه كانت، فكتبت اتذكر بيتين من عندها يعني احد الشعراء اصدقائي، فقال هذا البيتين يعني اترك، لان قال اذا تريد تكتب فما راح تقدر تكمل 5 ابيات، فيعني هيك بالشقه يعني قلت له لا الا 20، ففعلا 20 بيت صارت القصيده. جميل، اتحديت روحك يعني. نعم. زين، برايك هاي القصيده اي واحد يسمعها يفهمها؟ اكيد لا، يعني انا اشوف اكو قصائد يعني تقريبا هاي من عندها يعني قصيده لها بحكم اللهجه. نعم، حكم اللهجه. نعم، حكم اللهجه والبيئه. البيئه لها تاثير كبير اكيد. زين، برايك اذا كانت بهاي الطريقه انه افكارك بالقصيده، لكن تكون المفرده اكثر بياض، مو افضل؟ اكيد، هو باعتبار انت رجل اكاديمي يعني توصل للاكثر. جميل، احنا راح نختم. اختار على ذوقك. مشى الما عوداني بيوم ممشي، مشى الما عوداني بيوم ممشي، دخت والشوف ما مطبوق رمشه، وعلم انقصه فنتشي للدهشه، على راسي حط الطير عشي، على راسي حط الطير عشرشيش، وما قدرت الطير نشي. الله.
رجيك وما قدرت الطير انشي، تعثرني غدت بشفاك قشي، ولا بادق على اللي يحجون طرشه اذاني وكن حكيهم صوت وشي، يتلالى الدمع والشوف يعشى يا هل لو ما ضحكت اللي الوحشه، يتلالى الدمع والشوف يعشى يا هل لو ما ضحكت اللي الوحشه، اقضي اللي لون والراس ملشه وخاف يلوح من المكتوب غبشه، تعال تعال الخاطر المقطوع حرشه دليلي ومن جل مجافاك حشه يخونك، تعال الخاطر المقطوع حرشه، تعال الخاطر المقطوع حرشه دليلي ومن جل مجافاك حشه يكونك، ما ردتني الويه غشه عليش تكشفه تدري الروح حشه الى الله صورك، يكونك الله يكونك ما ردتني الوجه غشه، يكونك ما ردتني الويه غشه عليش تكشفه تدري الروح حشه اله صورك سبحان عرشه، اظن طينك بماي الورد رشه، شبلان شبلان وبيا بالعشرين رحشة، شبلان وبيا بالعشرين رحشة، يا هل تحفر دليلي براح فلش القبر يحرم على العدلين نبشة، الله الله يحرم على العدلين الله 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 يسلمك ابو الاكبر، جدا موفق الله يحفظك، شهادة ابو الاكبر بالله الكريم جدا موفق، ويا ربي انه انطلاقة مثمرة وانطلاقة جيدة وسريعة ايضا. الله يسلمك، وصلنا للختام، آخر كلمة لك تقولها للكاميرا. أكيد كل الشكر والحب والامتنان لجنابك. الله يسلمك. القناة وإن شاء الله نكون خفيفين ظل عليكم عسى. حبيبي والله حبيبي فلاح. الله يسلمك. ألف تحية لك. الله يسلمك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام مثل ما وعدتكم اليوم الحلقة كانت بشعراء اثنين، كل شاعر كان له بارت واحد. أتمنى كنا ناجحين بتقديم الحلقة. شكراً جزيلاً لكم ونلتقيكم في حلقات أخرى في أمان الله. أخوكم علي المنصوري.